تبادل المعلومات الدقيقة. رئيسيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من أخوكم أحمد خلوق. اليوم إن شاء الله غنتقاسم لكم واحد التطبيق اللي هو هذا أورغ 2020 المقرمرتين للتفعيل. هذا أورغ 2020، وهذا الأورغ هذا مع الأسف أنه بالنسبة للأشخاص المكفوفين كليا يلقوا معه شي صعوبة، ولكن يقدر يخدموا به ضعف البصر، وحتى المكفوفين يقدروا يخدموا به. هو التبديل النغمات يعني ما كينطقش معهم القارئ مع الاسم. وحنا ندخلوا نشوفوا اورغ كشافوه اورغ 2020 زعما التطبيق، يعني زعما صراحه اغلاق زر التطبيق زعما صراحه متكامل، يعني اورغ متكامل، يعني صراحه اورغ كامل معنى الكلمة. شراء الميزات المتقدمة، إدارة وتحميل البيانات، آلات موسيقية، إيقاع، إلغاء، زر. المهم أنا غندير إلغاء شي إغلاق، زر. نشوف واش تحميل، كورباسيتس، عبر إنشاء استيراد أداة، إغلاق، زر. غندير إغلاق. التطبيق هو هذا هو. يعني هنا غير متوافق مع القارئ مع الأسف. ولكن كاين هناك واحد الطريقه، هنا الاشخاص المكفوفين الا بغاو يديروا عليه تجربه ممكن انهم يعني مثلا دابا هنا نكليكي بحال هكا او خدام، ولكن دابا بالنسبه لي انا مكفوف بغيت نخدم به، اش يمكن لي ندير في هذه الحاله؟ غادي نمشي مثلا لاي زر من هاد الازرار ديال هادو، هذا مثلا هذا غادي نضرب دوبل كليك، يعني غنضرب دوبل كليك ونبقى حاط صبعي. هاي غنجربوها دابا، هيا انا حطيت صبعي وما هزيتوش، يا باليد اليسرى. انا دابا باليد اليمنى غادي نشوف واش يمكن لي نعزف ولا لا. شوف، يعني صبعي باقي محطوط ما هزيتوش ديال اليد اليسرى، واليد اليمنى انا نعزف بها. دونك الا هزيت صبعي، الا هزيت اليد اليسرى، الصبع ديال اليد اليسرى حيدتو ما غاديش يبقى يعزف. انا نجربو دابا، انا كنعزف، انا نهز صبعي نشوف وبقى شاف صافي. فوالو نعاودو نجربو، المهم هذا بالنسبه للناس المكفوفين اللي بغى يجربوا هذا التطبيق. بالنسبة لضعف البصر او المبصر انا ما غاديش يخدموا الطولك باك بالطبع. المهم هنا عندنا يعني هو متكامل صراحة، ولكن مع الاسف النطق ما تنطقش لينا اسمي. يعني في عدة أشياء هنا على سبيل المثال، المهم في عدة أشياء كثيرة بزاف بزاف، يعني متكامل، ولكن يعني نخليكم نتوما تكتشفوه تكتشفوه، والناس اللي كيهمهم الامر راه الصراحه هذا التطبيق يعني رائع صراحه، يعني يعجبني انا بصراحه. ما كنعرفش نعزف، ولكن المهم عاو كندير نشوف هنا واش عطينا شي صوت اخر، لان غالبا كنكليكي هنا دابا هنا هما كاين، ولكن المشكله ان ما تنطقهمش بتاتا. علاش؟
ما عرفتش، رغم انني سولت مبصرين قال لي راه مكتوب عليهم، مكتوب عليهم كل حاجه مكتوب عليها لاش كتليق، ولكن مع الاسف انه ما عرفش القارئ بالضبط علاش ماشي يقرا هادشي، ما فهمتش انا شخصيا ما فهمتش. على اي المهم اللي كيهمو الامر وبغى انه يشوف هاد التطبيق راه كله ماذا هو التطبيق؟ عمودي ملف الاخير تم اغلاق كل تطبيقات. هو نسيت ما قلت لكمش على انه ملي كندخلوا للتطبيق ملي كندخلوا ليه هنا كيعطينا يعني ما كنبقاوش شادين التليفون هكا واقف، كنتكيو يعني بحال هكا كنتكيو اغلاق زر، يعني نسيت ما قلتش لكم كنتكيو التليفون ملي كنتكيو عادي يمكن لينا بحال الاورغ يعني باش ناخذوا هذه الفكره هذه. نيو ميوزيك فيل انسترومون ريتم افيلابل فور داونلود. المهم نرجع من هنا ما بغيت نوريكم الايقاعات اللي فيه ولكن نحاول. المهم هذا هو التطبيق باختصار، والتطبيق صراحه عجبني بغيت نتقاسم معكم، وفيه عده اشياء كثيره يعني فيه قوه ريجلاجات يعني كانه اورغ حقيقي، وممكن انك يعني ملي كتستاليه لاول مره يعني تثبتو لاول مره كيعطيك انك تختار باش تيليشارجي الايقاعات يعني واش ديال الدجاج ولا ديال الشعبي او الشرقي الى اخره. المهم فيه عده اختيارات وهذا هو التطبيق. تحياتي واحتراماتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.